اليوم حنا مع مجموعه من المتطوعين بشاطئ طنجه المدينه، سنحن نقوم بمجموعه من الحملات التحسيسيه. واليوم كانت عندنا واحد الحمله ديال النظافه بالتعبئه ديال المصطافين باش تكون واحد التوعيه بالنظير. اليوم حنايا ككشافه في ملتقيات الكشفيه لشواطئ نظيفه وبتنسيق مع المكتب الوطني للسكك الحديديه، سنقوم على مدى 14 يوم بد الحملات والتحسيس على شاطئ طنجه. اليوم الشباب متحمسين رفقة جميع المصطافين على اساس التوعيه والتجند من اجل شواطئ نظيفه. اليوم احنا هنايا في واحد المحور اللي هو لمحاربة البلاستيك في الملتقى اللي تحت شعار البحر بلا بلاستيك. اليوم كما تنشوفوا الكل معبئ، الكل مجند على اساس باش تكون شاطئ طنجة شاطئ نظيف بدون زبال. السلام عليكم، حنايا هنا اليوم الجامعة الوطنية للكشفية المغربية في ملتقى الشواطئ بطنجة. هاد الجمعيه اللي كيترأسها الامير مولاي رشيد، انشطه كنديروا بزاف ديال الانشطه كل نهار، منهم كنديروا التحسيس للناس، كنعمروا الاستمارات باش نسولوا الاراء، ناخذوا الاراء ديال الناس، والجامعه تكون عارفه واش لابلاج مرتاحين فيه الناس، واش كاينين لي بوبيل، كاين البلاستيك، كاين لي تواليت. وحاجه اخرى كنحاولوا نديروا لانيماسيون مع الدراري الصغار، دوكو كنمشيو ناخذوا الدراري الصغار من عند لي بارون ديالهم باش كنديروا معاهم لي جو، اناشيد وكنلعبوا معاهم شي شويه باش كيكون شي شويه لي بارون كيرتاحوا كيجيو باش هما يعوموا ويخليو وليداتهم في ايادي امنه. الحملات التحسيسيه من دائما كتكون، غير حنا كنحاولوا اشاك فوا نفكروا الناس بانه راه كاين، راه شنو خاصنا نديروا، شنو خاصنا ما يكونش، ما خاصناش نبقاو نلوحوا الماكله الا كليناها نجمعوها ونديروها في بلاستيك او نلوحوها في لي بوبيل. ديكو غير كنفكروا الناس، اما هادشي كلشي عارفه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.